أشواطنا مستمرة، تحدياتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام بهذا الانطلاق بهذا التحدي المثير. شوطنا الرابع عشر من تمت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالحجايج الجعدان. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 3 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى أشقر، أرى أشقر من اندفع بناموسي هذا الشوط منذ البداية بشعار محمد بن عتيج بالعرطي الحميري، ومع المركز الثاني أرهني الرامي أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي في متابعة وانطلاقة الرامي مع المركز الثاني. نتابع المركز الثالث والتحديات لشاهين خالد بن سعيد بن بروك الحميري في متابعة وانطلاقة شاهين مع المركز الثالث، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأر القدوم أيضا التسلل لمبعد لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي من أعلن انطلاقة مبعد مع المركز الرابع وخامس التحديات القدوم المطفي لسهيل بن حمد بن مهيان العامري من يعلن هذا الانطلاق المطفي اللي انطلق بدوره مع المركز الخامس وسادسا. نتابع مسكت لمحمد بن عتيج المقعودي الدور دور المركز السابع. من الجانب الآخر أرى التحديات أيضا المستمرة والشعار أحمد بن محمد بن كراز المهيري على ظهر شاهين مع المركز السابع وثامنا. نتابع التحدي للمارد لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي تاسعا. القدوم لشاهين لسالم بن عامر المدهوشي وعاشر. التحديات مسكت شعار راشد بن علي بن خليفة الرميثي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، والرامي اللي انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة، بدأ يباعد المسافة، بدأ ير الشوط ير الرامي، وبالشعار أحمد مخريفة بن رشيد السويدي من يتابع انطلاقة الرامي. المركز الثاني التحديات الأشقر لمحمد بن عتيج بالعرطي الحميري، ولكن ينخطف المركز الثاني. أرى التحديات لشاهين لخالد بن سعيد بن مبروك الحميري. المركز الرابع مسكت لمحمد بن عتيج المقعودي. ننطلق مع المركز الخامس والتحديات المطفي لسهيل بن حمد بن مهيان العامري. النقلة التالية مع المركز السادس، وأرى ماي هاب يتسلل بأول والنداء لسعيد بن علي بن كليب الكتبي من يعلن انطلاقة ماي هاب، من يتسلل بهذا الانطلاق المثير. يا سلام، التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة، ولكن نعود بالصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، والتحديات رائعة، والكوكبة رباعية، والرامي على الصدارة، الرامي على المقدمة، أحمد بن خليفة بن رشيد، ولكن ماي هاب يتسلل، ينطلق من مركز إلى مركز، بطريقة إلى الصدارة، بطريقة إلى المقدمة، والشعار سعيد بن علي بن راشد بن كليب الكتبي، من أعلن انطلاقة ماي هاب. ومع المركز الثالث شاهين لخالد بن سعيد بن مبروك الحميري. رابع نتابع مسكت لمحمد بن عتيج المقعودي. واللحظات الأخيرة، ماي هاب الرامي، واللحظات الأخيرة المعركة طاحنة ما بين ماي هاب وما بين الرامي وماي هاب، وماي هاب يتسلل في اللحظات الأخيرة، ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. تهانينا للمرة الثالثة لسعيد بن علي بن كليب الكتبي. المركز الثاني لأحمد بن خليفة بن رشيد. المركز الثالث مسكت لمحمد بن عتيج المقعودي. المركز الرابع لخالد بن سعيد بن مبروك. المركز الخامس يصل فيها الأسد لسلطان بن علي بن سلطان الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني
ولحظات وصول مايهاب إلى خط النهاية يقطع مسافة 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدار 4 دقائق و41 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد بن علي بن راشد بن كليب الكتبي واللي وصل مع المركز الثاني اللي هو الرامي 4 دقائق و41 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي واللي وصل المشاهدين متابعينا الكرام مع المركز الثالث. كانت التحديات أيضا والانطلاقات لمسكت اللي وصل مع المركز الثالث محمد بن عتيج المقعودي، يقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية 4 دقائق 43 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عتيج المقعودي.